بسم الله، ندخل في موضوع الانوتيشن. الانوتيشن اللي هي الكتابات الدايمنشن، يعني مثلا ممكن اقول له انا عايز اكتب سنجل تكست او مالتي لاين تكست. سنجل لاين مجرد اكتب تكست مثلا على اي غرفة، مثلا هنا حد الارتفاع بتاعي قد ايه، الروتيشن الزاوية بتاعتي صفر، وابدا اكتب اللي انا عايزه. مثلا تمام. طيب انا عايز اعدل اي حاجه فيه، اعمل عليه سيلكت وادوس كنترول 1، ادخل في الخصائص اشوف اذا كنت انا عايز اعدل الارتفاع، عايز اعدل الستايل بتاع الخط، عايز اعدل اللير اللي هو موجود عليها، عايز اعدل زاويه الروتيشن. الارتفاع مثلا زي ما انت عايز، الخصائص كلها تقدر تتحكم فيها. طيب ايه اللي بعد كده؟ مالتي لاين تكست، ده بحيث ان انت تقدر تكتب فقرة كاملة. قول له مثلا اي حاجة، ادس انتر تبدأ تكمل. ممكن هتلاقي تكست اديتور هنا، تقدر تحدد هل انت بس عايز في الوسط ولا في اليمين ولا في الشمال، هل انت عايز تستخدم انهي خط. الخطوط بتاعة الأوتوكاد مختلفة عن الخطوط بتاعة الويندوز، ما بيعتمدش على خطوط الويندوز، هو ليه خطوط خاصة بيه. تمام، لو أنا عايز أشوف التحكم في الخطوط ديت بروح داخل في الأوبشن كونفيج. تمام، وبلاقي هنا في الفايلز دي أماكن الملفات اللي احنا بنحط الحاجات فيها. تمام، يعني ده المكان اللي احنا بنسيف فيه أوتوماتيك، يعني لو أنا مدوست السيف هو أوتوماتيك كل مثلا 5 دقايق 10 دقايق بيبدأ يسيف الصور دوت. هنا ده سبورت فاير سيرش، ده الملف اللي بياخد منه الفونتات. ممكن تعمل اد وتضيف مسار جديد، مثلا لو فرض ان انت عندك المسار دوت. تمام، هو اول ما يجي يدور على الفونتات هيبدأ يبص هنا ويبص هنا ويشوف الفونتات ويستخدمها. عندي الدايمنشن، الدايمنشن بيديني المسافة بين نقطة ونقطة تانية بالشكل دوت. تمام، طيب هنا الشكل بتاع الكتابات لسه صغير خالص، عامل عليه سيلكت وابدأ أدخل على الكتابات التكست هنا وابدأ أقول مثلا التكست هاي بالشكل دوت. تمام، ده الدايمنشن. عندي طبعا انواع كتيرة منها، مثلا الاين، يعني خليني مثلا بعمل دايمنشن عادي اللي هو العادي من هنا لهنا. بص بياخد هو الافقي او الرأسي. طيب لما انا اقول له اعمل لي الاين وحددت النقطة دي وحددت النقطة دي، لان هو فعلا عمل لي الدايمنشن اللي انا محتاجه، هو الدايمنشن بتاع الحيطة دي. طب لو انا عايز اعمل ماتش ام اي، اخصص الدايمنشن ده وأحطها هنا، ألاقي إن الكتابة ارتفاع الكتابة بقى نفس ارتفاع الكتابة في الدايمنشن الأولاني. بعد كده عندي أنجلر، لو أنا عايز أعرف الزاوية مثلا من هنا لهنا 90، لو عايز تعرف الأرك لينس دي إيه، لو عايز تعرف الريديس بتاع أي دايرة أو الدايمتر. ده عندي ليدر، إيه الليدر دوت؟ الليدر ده مجرد مشاورة، يعني أنا عندي هنا باب مثلا أقول له أنا عايز ليدر، أروح أعمل مشاورة. واكتب الكلام اللي انا عايزه. الخصائص ديت بتفيدني في بعض الحاجات، ان انا مثلا ممكن احدد تبقى يمين ولا شمال، ولا هي تبقى سطر واحد ولا اكتر من سطر، ويعمل نمرك اوتوماتيك ولا ما يعملش. تمام، الحاجات دي بتبقى مفيده جدا وانا بعمل المالتي ليدر. تمام، ناخد ليدر تاني، اقول له هنا مثلا الباب دوت
تمام، انا دمج بالشكل دوت وابدا اكتب. تمام، هنا السهم ده حاسس ان هو صغير، اقف هنا واشوف السهم بتاع الليدر دوت، اقول له دخل ليدر 2 بالشكل دوت او 3. طيب لو انا عايز اخلي ده يشاور على كذا حاجه مره واحده، اقول له ايه، اد ليدر واروح مشاور بالشكل دوت. لو عندي كذا باب اروح مشاور عليهم. تمام، انا افترض مثلا ان انا عايز اشاور على كذا نقطه في نفس الوقت، وده بيوفر لي مساحه ان انا يبقى عندي كذا مشاوره محطوط عليهم نفس التكست. ممكن نقول له ريموف ليدر والغى اي ليدر فيهم بالشكل ده، اقول له تيبل. ده لو انا عايز اعمل جدول ابقى اقول له فاضي، او ان انا اشوف ملف احمل منه البيانات. خليني اقول له فاضي، عدد صفوف الاعمده، شفت عايز كم صف وكم عمود. اوكي، وابدا اروح احط الجدول هنا، وتلاقي ان انت ليك ان انت تعترف في اي وقت لحظه اي خليه ممكن تدوس عليها كأنه جدول اكسل، وتبدأ تكتب اللي انت عايزه. تمام، دي حاجات خاصة بالانيميشن، بالانوتيشن، اسف، بالانوتيشن اللي هي الحاجات الخاصة بالكتابات. تمام، دي مجرد بس انا سريع عنها.